تمسك احكي له كل شكر خاص استقبل برنامجي، شكر خاص للمشاهد، شكر خاص للمدة، شكر خاص موظف، لازم زبية أعطي موظف حشيش. لا والله مش هذا. بعيد النقطة مرتين. أول مرة أسوي نقطة بالعربي. أول مرة أنا بحكي نقطة بالعربي. أول مرة بحكي نقطة بالعربي. أمريكا اسمي كاميليا. هون هو كاميليا تجاني. تعال أوبن مان يلا وفي كمان موظف اسمه سيف هذا اسمه قريب جنة هنا سيف هذا فصل وسيف هذا سورد ليش وقف هيك؟ لازم أقعد زي الوالد أنا ما أعرف إيش أعرف بقول في إصبع من أجري في إصبع بالإيدي ما في إصبع بالإجري إذا عندي إيش إصبع بالإجري اسمه توز إذا في إصبع أنا فش أسناني مع إجري أنا أوقف مع إجري و هذا كلمة قريب اسمه تاريخ إن تاريخ is history and تاريخ شعر هذا ماضي هذا سكينة ماضي ماضي and امبارح اسكتي انا نمت مع حتى مع حتى مش مع مكتة اوكي اكبر كلمة قريب جماعة بس في جمعة فرايداي يس اوكي وفي جامعة كولج في جماعة بنات بيبو. So أنا أخرج مع جماعة بالجمعة من الجامعة. أنا أخرج وخارج مع جامعة يوم جمعة مع جماعة. هذا خلص قواعدي. أبوي طبيب نفسي هذا النقطة اللي حصل أبوي طلع روح كل يوم هو مالك هو زلمة أنا مالك مش مالك مالك انت لا انا مالك بس مالك ومره صاحبه هو رمزي انت بحب هو ما عندي خيار خيار اوكي اذا هو مو موجود انا مو موجود هو بزرق أمي طلعت أبي أنا لا لأن ماما بالشور لأن أمي تقول كل يوم نحى الروس نحى الروس نحى الروس نحى الروس و
وبعض بقول بقول نهاي أروس أنت بتجوز وبعض بقول سامي بقول كل بحب هم كل بنات حلوين كم أنا سيدي وحدك وأنت زيك وأنا بقول وماما بقول يلا رمزي لازم تتجوز أنا بقول لا بابا مزبوط كل يوم زي كنا كل يوم كل بنات زي كنا يوم في إن هالوين هالوين وممكن أنا ما بتجوز لأن عندي قرش خالتي أعطيني هذا الموزيك خالتي اسمها ريهاب in English مستشفى ريهاب روح إذا أخذ فيها مخدرات